nasty or nice. مدرسة سابقة من كنساس في السجن لأنها نكحت أحد الطلاب بعد الدوام. تم اعتقال مدرسة علوم الأسبوع الماضي بعد أن سمحت لأحد الطلاب بإجراء التجارة الكيميائية بعد المدرسة في فرجها. كاتي رافنر تبلغ 26 عاما وتدرس العلوم كما وتشغل رئاسة فريق المشجعات ومساعدة مدرب الرقص في ثانوية هولوكومب في جاردن سيتي. تم إعلام الشرطة في شهر آذار الماضي وتلقت الشرطة معلومات تفيد بأن كاتي تنكح الولد في بيتها في جاردن سيتي. لقد تم اعتقالها بتهمة ممارسة الجنس مع طالب أكبر من 16 عاما. ويقول شريف المنطقة بأن كاتي عادت طبعا من شرق ليفربول للمثول أمام المحكمة في مقاطعة فيني في جاردن سيتي. وقد تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية. فما رأيكم يا سادة؟